مستوى الحياة الاقتصادية. يعني إيه ميزة حياة اقتصادية؟ هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة البشرية اللي كان بيمارسها المصري القديم عبر العصور. يبقى حياة اقتصادية يا شباب هي عبارة عن إيه؟ مجموعة من الأنشطة البشرية اللي كان بيمارسها المصري القديم عبر العصور. طيب أنت عارف إن ربنا وهب لمصر نهر النيل، ونهر النيل ده خلى المصري القديم يستقر، ونهر النيل ده من أخصب الأراضي وملأ وكان مليان بالخيرات. وكمان ربنا وهب للمصريين الصحراء، الصحراء دي يا شباب بناخد منها الصخور والمعادن المختلفة. المصر القديم يا ميس هو زرع وكمان كان بيرعى الماشية، وكمان إن المصر القديم استمتع بصيد البر والبحر ونهض بالصناعة والتجارة والزراعة. طب يا ميس ايه هي المجالات الحياة الاقتصادية؟ ايه هي المجالات؟ اول مجال قلت لك لما بلاقي اقتصادية بقول ثلاث حاجات: زراعة، صناعة، وتجارة. يبقى حياة اقتصادية زراعة وصناعة وتجارة. يبقى يا جماعة يا شباب يا حبايب قلبي، ان المصريين ربنا وهب لهم نهر النيل، ونهر النيل ده من اخصب اراضيها، والصحراء يا ميس مليانة بالمعادن والصخور. المصر القديم زرع ورعى ماشية واستمتع بالصيد البر والبحر، وكمان نهض بالصناعة والتجارة، وتعددت المجالات الاقتصادية زي الزراعة والصناعة والتجارة. هنتكلم على أول مجال اقتصادي وهو الزراعة. المصر القديم يا شباب قسم السنة الزراعية إلى ثلاث فصول متساوية. أول فصل هو فصل الفيضان. فصل الفيضان ده يمس يعني فيه مية تغمر فيه مياه الفيضان. يمس فصل الفيضان ده بيبدأ من منتصف يونيو حتى منتصف أكتوبر. يبقى يمس فصل الفيضان ده بتغمر فيه مياه الفيضان الأرض، بيبدأ من نص منتصف يونيو حتى منتصف أكتوبر. فصل البذور، الفلاح يبدأ إن هو يرمي البذور بتاعته في الأرض من إمتى يا ميس؟ من منتصف أكتوبر حتى منتصف فبراير، يعني من نص أكتوبر يعني نص 10 حتى نص شهر 2. يبقى يا شباب فصل البذور ده بيبذر الفلاح البذر بتاعته في الأرض من إمتى يا ميس؟ من منتصف أكتوبر حتى منتصف فبراير. آخر فصل يا ميس من الفصول الزراعية هو فصل الحصاد. خلاص بقى انت حطيت الميه ورميت البذره، هتحصل ايه؟ هتعمل ايه؟ تجني المحصول. يبقى فصل الحصاد ده يا ميس بنجني فيه المحصول، بيبدا من امتى؟ من منتصف فبراير حتى منتصف يونيو، وهكذا بقى تلف الدايره. يبقى يا ميس فصل الحصاد ده بيبدا من نص فبراير حتى منتصف يونيو. طب يا ميس هي ايه المحاصيل اللي كان المصري القديم بيزرعها؟ بص كده معايا، الحبوب زي القمح والشعير. الحبوب زي ايه يا شباب؟ القمح والشعير. الخضروات البصل والثوم. البقول، العدس والحمص. الفاكهة العنب والبلح. يبقى يا ميس المحاصيل اللي المصري القديم عرفها الحبوب زي القمح والشعير والخضروات البصل والثوم والعدس، البقول دي زي العدس والحمص، والفاكهة زي العنب والبلح. طب يا ميس المصري القديم ايه الأدوات اللي كان بيستخدمها عشان يزرع؟ بص معايا يا شباب، كانت أدوات كتيرة قوي، منها يا ميس المنجل. المنجل ده بيقطعوا بيه المحاصيل الزراعية، والفأس يا ميس بيقلبوا بيه الأرض الزراعية. الفأس يا شباب بيعملوا إيه؟ بيقلبوا بيه المي الأرض التربة الزراعية. طب يا ميس عندي حاجة اسمها الشادوف، اسمه إيه يا بنات أو يا شباب؟ الشادوف. الشادوف ده يا شباب بيستخدم في رفع المية إلى الأراضي المرتفعة، يحصل إيه؟ بيرفع المية إلى الأراضي المرتفعة. طب يا ميس الري، المصري القديم يا شباب كان مهتم جدا بشؤون الري. ازاي يا ميس؟ ان هو عمل على مراقبه نهر النيل، كان بينظم تنظيم الانتفاع بمياهها، ان هو ينظم ازاي ينتفع بميه نهر النيل، وكمان يا ميس حفر الترع حفر القنوات وشق الترع وانشا الجسور واقامه السدود لحجز المياه. يبقى المصري القديم يا شباب كان مهتم جدا بشؤون الري. عمل ايه يا ميس وشؤون الري؟ عمل على مراقبه نهر النيل، تنظيم الانتفاع بالمياه، عمل يمس حفر القنوات وشق الترع وانشاء الجسور واقام السدود عشان يحجز بيها الميه وادخارها والاستفاده منها يعني. يبقى اول مجال يميس اقتصادي هو الزراعه. مصر القديم قسم السنه يا شباب الى كام فصل؟ ممتاز يا شباب، ثلاث فصول. اول ما يا شباب فكرني كده، ها برافو عليكم، فصل الفيضان، فصل البذور، فصل الحصاد. ده عرفنا كمان الادوات اللي كان بيستخدمها، وعرفنا كمان اهم المحاصيل.
طب يا ميس، المصري القديم ما برعش في الصناعة؟ لا يا شباب، ده برع جدا في الصناعة وعمل صناعات كثيرة جدا. أصلا يا ميس، يعني إيه الصناعة؟ الصناعة يا شباب هي تحويل المادة الخام سواء زراعية وحيوانية ومعدنية من صورة إلى صورة أخرى. يبقى يا شباب الصناعة دي أنا باخد المادة الخام وببدأ أشكلها، باخدها في صورة وبغيرها بطلعها بصورة تانية. يبقى يا شباب الصناعة هي تحويل المادة الخام من صورة إلى صورة أخرى. طب يا ميس، إيه الصناعات اللي المصري القديم كان بارع وشاطر فيها؟ الصناعة الحجرية، الصناعة الفخارية، الصناعة الزجاجية، الصناعة المعدنية، الصناعة الخشبية، صناعة المنسوجات، والصناعة الجلدية، والقائمة على نبات البرد. ده من صناعات كثيرة جدا. ده أنا فصل لك كل صناعة منها بالتفصيل. أقدم صناعة عرفها المصري القديم هي الصناعة الحجرية. أقدم الصناعة اللي عرفها المصري القديم هي الصناعة الحجرية. حجرية يا مس يعني مصنوعة من إيه؟ برافو عليك يا شباب، مصنوعة من الحجر. طب عمل إيه يا مس من الصناعة الحجرية؟ صنع السلاح والأدوات والأوعية. الأوعية الوعاء اللي هو بياكل فيه. طيب يبقى يا مس أقدم الصناعات هي الصناعة الحجرية. عمل أدواته منين؟ من الحجر. صنع السلاح والأدوات والأوعية. تاني صناعة هي الصناعة الفخارية، هي اللي أبدع فيها الصناعة الفخارية. عمل يمس الاواني بتاعته اواني فخاريه، وزي ما انت شايفه كده وشايف نقش عليها رسومات جميله ومناظر جميله. يبقى يمس الصناعه الفخاريه عمل منها الاواني الفخاريه، وكمان يمس نقش عليها بالرسومات والمناظر الجميله. كمان يمس المصري القديم عرف الصناعه هي الصناعه الزجاجيه. عارف الصناعه الزجاجيه، الزجاج ده مصنوع من ايه؟ مصنوع من رمال الصحاري. الصناعه الزجاجيه يا شباب مصنوعه من ايه؟ من رمال الصحاري. يبقى يمس المصري القديم عمل كمان، عارف اول الشعوب اللي صنعت الزجاج من رمال الصحاري. الصناعه اللي بعديها هي الصناعه المعدنيه. المصري القديم يا شباب صنع المعادن، من المعادن الاواني، الادوات، ادوات الزينه، الحلي، الابريق، والمرايا. المرايا بتاعتهم كانت مصنوعه من معدن. اوعى تقول ان المرايه مصنوعه صناعه زجاجيه. زمان كان يا شباب، انت مثلا لو جبت صينيه جديده وبصيت على نفسك مش بتشوف نفسك؟ كانوا زمان المرايه بتاعتهم مصنوعه من المعدن. يبقى مش الصناعه المعدنيه زي صناعه الاواني والاسلحه وادوات الزينه، الحلي والابريق، الابريق اللي هم بيشوفوا فيه، والمرايه والمرايا مصنوعه منين؟ من المعدن. المرايا خلي بالك صناعه معدنيه. طيب الصناعه اللي بعديها يا شباب هي الصناعه الخشبيه. انتوا عارفين ان احنا ارسلنا بعثات كبيره كتير قوي الى بلاد فينيقيا عشان نجيب منهم خشب الارز، وعملنا بعثات في النوبه وبلاد بونت الصومال حاليا عشان ناخد منها الخشب، صح؟ طب يا مس الخشب صنعوا منه ايه؟ صنعوا منهم من الابواب، التوابيت، الاثاث، المقاعد زي ما انت شايف، والصناديق. يبقى المصري القديم يا ميس ان هو كان مهتم جدا ان هو يستورد الخشب بتاعه من بره. كان بياخده من مين؟ كان بياخده من بلاد فينيقيا اللي هي لبنان حاليا، ومن نوبه وبلاد مونت اللي هي الصومال حاليا. وكمان يا ميس كان بيصنع من الخشب ده الابواب، التوابيت اللي هم بيحطوا فيها جثث الميت، وكمان الاثاث زي المقاعد والصناديق. طيب المصري القديم مش بس كده يا ميس، برع في صناعات ثانيه. عمل صناعه المنسوجات. كان بيلبس، انتوا عارفين المصري القديم كان بيلبس ملابسه منين؟ برافو عليك يا شباب، من الكتان. كانت المرأة المصرية القديمة يا شباب كانت بتقوم بعملية الغزل والنسيج عن طريق الأنوال اليدوية. طبعا انتوا كلكم بتروح قسم التربية الفنية وبتشوف النول ده عبارة عن خشبة مربعة فيها مسامير بينسجوا بيها الملابس بتاعتهم. يبقى يا ميس المصري القديم صنع ملابسه منين؟ برافو عليك يا شباب، من الكتان. وكان بيقوم بصناعة الغزل والنسيج المرأة، وكانت بتعمل النسيج دوت على الانوال اليدويه. سابق صناعه وهي الصناعه الجلديه. الجلد ده يا ميس زي دبغ الجلود وصبغها، يصبغوا الجلد. ان هم كانوا يا ميس بيصنعوا منها اغطيه المقاعد. مش انتوا ساعات بتلاقوا جلد مقعد او كرسي مصنوع من الجلد، الكسوه بتاعته جلد. كانوا بيعملوا اغطيه المقاعد بتاعتهم من الجلد، الوسائد المخدات بتاعتهم من الجلد، النعال يعني الشباشب، وكمان السيور، السيور. تمام؟ يبقى يا شباب الصناعه الجلديه كانوا بمثل دبغ الجلود وصبغها، وكانوا يا ميس كانوا بيعملوا اغطيه المقاعد والوسائد والنعال والسيور. طب يا ميس الصناعه اخر صناعه هي الصناعه القائمه على نبات البرد. نبات البرد يا شباب كان ليه استخدامات كثيره قوي. الورق، السلال،
الحصير الحبال القوارب. تمام كمان مره يا ميس، الورق البردي ده بيصنع منه ايه؟ الورق والسلال. في سلات كده بتبقى معموله من نبات البردي. تمام الحصيره طبعا كلنا عارفين حصيره، الحبل القوارب يعني السفن بتاعتهم كانت برده معموله من من سقان نبات البردي. يبقى شباب الصناعه قائمه على نبات البردي زي الورق والسلال والحصير والحبال والقوارب. مش بس كده يا شباب، النصر القديم برع في التجاره. ازاي يا ميس برع في التجاره؟ انتوا عارفين ان كان زمان كان في نظام اسمه نظام المقايضه. يعني ايه نظام المقايضه؟ يعني تديني رز اديك بطاطس، يعني تبادل سلعه بسلعه اخرى. بعد كده يا ميس النصر القديم عرف البيع والشراء وعرف السجلات والايصالات. يبقى زمان يا ميس كان في نظام اسمه نظام المقايضه. يعني ايه نظام المقايضه؟ يعني مبادله سلعه بسلعه اخرى. بعد كده يا ميس عرفنا البيع والشراء والسجلات والايصالات. طب يا ميس كان في نوعين كانوا بينقلوا البضائع عن طريق نوعين من الطرق. طرق مائيه بيستخدموا فيها ايه؟ برافو عليكم يا شباب، بيستخدموا القوارب المصنوعه من سقان نبات البردي. يبقى يا شباب الطرق المائيه كانوا بيصنعوا القوارب بتاعتهم من سقان نبات البردي. برضه يا ميس انا ممكن ما استخدمش البحر، ممكن استخدم الارض البر. الطرق البريه يا شباب كانوا بيستخدموا الدواب. الدواب دي زي ايه؟ زي الخيول ده. تمام كده يا شباب؟ طب يا ميس انا عارفه من زمان خالص ان انا عندي نوعين من التجاره، تجاره داخليه وتجاره خارجيه. يعني ايه يا ميس تجاره داخليه؟ التجاره الداخليه يا شباب هي حركه البيع والشراء بتكون موجوده ما بين القرى والمدن المصريه. يعني مثلا في الجيزه ادي رحله في القاهره، كلنا جوه حدود مصر. يبقى التجاره الداخليه يا ميس هي حركه البيع والشراء اللي بتتم بين القرى والمدن المصريه. انتوا عارفين ان نهر النيل ده كان شريان المواصلات الاول، ان كانوا من خلاله يا ميس زي ما انت شايفه كانوا بينقلوا البضائع من مدينه الى مدينه اخرى. يبقى نهر النيل ده يا ميس كان برضه وسيله كبيره، الوسيله الاولى ان هو بيساعدت على نقل البضائع من مدينه الى مدينه اخرى. يبقى انا قلت اول نوع من التجاره وهي التجاره الداخليه، هي حركه البيع والشراء والشراء اللي بتتم ما بين القرى والمدن المصريه. وكان نهر النيل يا شباب ده هو وسيله المواصلات الاولى، كانت بتساعد على نقل البضائع من مدينه الى مدينه اخرى. عندي النوع الثاني وهي التجاره الخارجيه. خارجيه يا ميس يعني انا بتتم مع دول ثانيه، دول خارج مصر. يبقى التجاره الخارجيه هي حركه البيع والشراء اللي كانت بتتم بين الدول وبعضها البعض. انت عارف ان احنا عملنا علاقات وحركات تجاريه كتيره قوي يا ميس مع بلاد بونت وبلاد فينيقيا وبلاد النوبه عشان نجيب منهم خشب الاخشاب ونجيب منها البخور ونجيب منها الجلود والعاج. وكمان يا ميس كانت عن طريق السفن اللي كانت بتمشي على البحر المتوسط والبحر الاحمر. كمان يا شباب احنا مش عايزين ننسى نقطه مهمه قوي، قناه سيزوستريس اللي حفرها مين؟ برافو عليك، ومين؟ سوناسيرت الثالث. ان هي كانت يا ميس طريق مهم جدا ان هو اصبحت مصر اول دوله يمكن ان توصف بانها سيده التجاره في تاريخ العالم. كانت طريق مهم جدا، انتوا عارفين ان هي كانت بتربط ما بين البحر الاحمر بنهر النيل، كان طريق تجاري مهم جدا يا ميس. وكمان كان ان انا ممكن عملنا بعثات في بلاد بونت وبلاد فينيقيا عشان نجيب منها زي ما انا قلت الخشب والبخور والجلود والعلك. بكده يا شباب نكون خلصنا منهج التاريخ للصف الاول الاعدادي، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في الترم الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.